قامت سلطات مدينة القنيطرة في سلسلة من الاعتقالات في صفوف مخالفي قواعد حالة الطوارئ بالمدينة، حيث باشر رجال السلطة بمختلف مناطق المدينة حملات تحسيسية مصحوبة بعمليات ضبط وتوقيف المخالفين كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تعريض حياته وحياة أسرته لخطر الإصابة بوباء كورونا. نطبق معك القانون. اجلس 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 اجلس. واش غنبقى نشرح لك انا كل نهار نجي نشرح لك القانون؟ واش ما بقيناش فيك حنا 20 يوم حنا تنشرحوا لكم؟ ودابا راه الجزر، دابا راه القانون خص العقوبه صافي. لان كاين بعض الناس الا ما طبقتيش معاه القانون بالحذافير ديالو ما تيفهموش.